اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله، وصلى الله على سيدنا محمد الظالمي وعلى آله الطيبين الطاهرين. ومقال كسودن يكو بادة تحنيهن مؤبتهي كان ما انتا وحان كسو قاضي انا كليب لوري جينا يهي سوشل ميديا او وداد مالها سكاه الله وما ركتين توبي بل مركو هوري وداد كي لبقى يستكدبنا وحانو قد بينا تعليق انت مساجد السوفيود وكتاليات أموادك إلالية، أموادك إلالية، مساجد إعصام قتليان آتسك إلالية، لأنه يونو مشركين كالي، صوفي إعصام وأسكو حكم، ميل مكلة شيران، نينا شرك التشريع، والسياسة كجرا، نينا شرك الربادي كجرا، شرك الرمقال هي شرك ريمي، ميل مكلة شيران، يا الله ينسر، عاد قدوداني كوفيد عصي مرك منابرت الله فرده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ولا ينسر بسم الله والصلاة والسلام على رسول نكب الله بي إن الحمد نكب الله به اسكو مدوي هدي كل مشركين مظاهر يقاب لبسك يقاب هذا الكي عامض اللغو الدقاء نك عاقل كي وحقرت كام الدين يقانا نحر كوفيريا نحر كوفيريا سيد المقليسان حسان وحليه هاي مساجد ده سوفيه ده ميدد كهلا قد هاي تاسوا اسكا معروف ولا يقان واحد اسكا كعصب اما وهابية ده كعصب لنك هذا ما مر ولا بقى يمارك سوفيه ده النبي جيرين قال يسين جيرين واحد اسكا عادي وهي لكن حسوك رضي قيب تان ضمبه مساجد عصام قتليان آدس إلى لي لأنه يروا مشركين كلي عاد قدوداني كوفيد عصي مرك منابرت الله فرده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ولا ينسر قيبت عن ضمبه وحو قاليسين يا إن قلوينك اعتسامك وقو اعتسامك يو حسان وحي اوضا نسبة شاكتان هل مذهب اولي هذا وهابيزم أم وهابيو أم سلفيزم أم سلفيو كوحداس اي اساسين ابن التيمية كدبنا اوسيق اسبوني سيي محمد بن عبد الوهاب السعودي ماركت حب لغة فافية ماركت بطر الدولار كلا سعودي أي أولا نسبة شاكتا لكن محادة عاي إنا إيجيس قالي سيا سيدي سبا واحد دي باطن اللي قلت لسو إيا محاية هاي دي فول حمان إيا نقر وحوكو دم بيا نقر إيا استلد وحي دي جرن سوما دي لبادي محاية سيرو إيشي سي si aad ba isku dagaalamaan eray saas ah maama saas ah ay ba jirtaa dayn u dhawayda ma saa ahayd yaani wixii sir iyo wixii dhagar ee aad dadka aad maxaydi u maleegto aday ku soo noqdaan waa yaani waa qaanun ilaahay daji oo la yaqaan way ama had dheerata ama had dhawaat waxaan sawirahay wadaadada la gaal oo hadda xasan gaalaysiinayo oo dabcan xasan ama iyaga ka tirsan ama ardaygoodii ahaa ee la yiraahdo ictisaamka lugu magacaabay ictisaamka iyaga laftooda waxay dhigi jireen suufiyada masaajidooda ka dheereeya maxay ahayd meedadka janaazooyinka hageynina maxay ahayd janaazooyinka hageynina masaajidada suufiyada dadka shafaacadooda la aqbalayo waa dadka muwaxidiinta ilaa man shahida bilxaqi wahum yaclamuun ضدك التوحيد كقرصا وان الهي وحلا وذا تشنينين وان قبور تعابدين وان اولياء ذبريين وان الهي عيدا نهين لبي يدف منا ان كرر السنين ضدك اوي ضدك شفاعة بالله اقبلين لكن صوفي الهي غير تعابد هذا جنازي وكوبوت كذا وركي سوصع الماي سأصدر هذا صوفي هذا مساجد دولة جنائز تكفقية رسالة الله سيدين قادر من إلهي غيث عابوديا شفاعة سليالي مايو جنازة صلاة كتو كذين الله أقبل مايو بمعنى السوفية دوا قالوا أكمتو كان كران ميدك أما إرقدو ذا إلهي ما أقبل آيو ما دام أي مشركين يهين أي قالي يهين أي حبال عابد يهين واسيدا إيو هذا الكون يجرين
maanta iyaga maxaa lagu eedeynayaa wada kale intii laga soo galay ilaa iyaga bilaabeen dadka gaalaysiin iyaga la gaalaysiin maanta do ardaygoodi gaalaysiinayo maxaa u maleeyeen in dadka kale tabaan gaalaysiintu waa dukaan ay leeyihiin wahaabiyadu ma aha wax maxay ahayday taas qarsoon laakiin waxyaabaha ajeebka waxaa ka mid ah in iyaga dhaxdooda isgaalaysiin waxyaabaha ajeebka waxaa ka mid ah in iyaga dhaxdooda dagaalamaan isbuucan hortiis waan maqlaysiin barbaraawi oo salafi ahaa isaguna ama wahaabi kale ahaa inuu qayb wahaabiyada ka mid oo ixtisaamka ku dhagana maanta xasaan baa ku dhagan berina mid kale arkaysa wahaakada iyaga baa marka saa isku guray subxaanallah yaani wax kasta oo baadil iyo dhagar iyo dagitaan iyo maxay ahayd dhibaateyn lagu dhisay sidaana u dambaysa diintu waxay u ahayd kafar ay adeegsadaan ee hadafku waxyaabo kale ayay ahayd runtii hadafku muxuu ahaa waa diintu waxaa la rabaa inay ka diintu waa ammaano ammaanadaas waxaa la rabaa inay kaaga digto xumaa xumo ka weyn qof muslima oo laa ilaaha illa allah muxamadu rasuulullah ila inaad gaalaysiisa ma jiro inta doontaa qofka iskhilaafsanaada marka laga hadlayo masaa'il kale oo fiqi ah masaa'il maxay aday doonaan caqada wixii khilaafa ee u dhexeeya muslimiinta ma wanaagsan inuu gaadhsiiyo gaal isgaalaysiin wahaabiyi marka waxay bilaabeen inay gaalaysiiyaan muslimiinta iyaga ka aragti duwan xabaal caabud ku sheegaan wax aynan ku sheegin oo xun suufiyada ma jiro wax kastay ku sheegeen haddaad kutubtooda soo baal rogtana waad yaabaysaa maanta laakiin arrinta iyo haysataa iyagaba haysataa intaan ku kulmayno maqdac labaad ama kiliibka labaad waxaad kaga tegayaa fi amaanillah.